أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: نشرة إنذارية، أمطار رعدية قوية ببعض مناطق المملكة. ولنينا تفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح وبالبرد مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن هذه الزخات المطرية من 20 إلى 30 ملم مرتقبة بكل من أقاليم جرادة وفيجيج وتاوريرس وبولمان، وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلاً.